الخاوة تيجي يقول لك القور عندهم انسانيه ولا يكذب عليك، فهمت؟ القور ما عندهم لا انسانيه لا والو، عندهم انسانيه غير مع الحيوانات تبارك. هذا ما كان في بعضهم نفسي نفسي. مغترب جزائري مقيم بفرنسا، تعرضت سيارته لعطل في البطارية في المكان الذي يعمل فيه بعدما نسي مفاتيح سيارته في وضعية كونتاكت، وفي الصباح رأى عمال فرنسيين قريبين منه فذهب وطلب يد المساعدة منهم. شاهدوا ماذا فعلوا له. هاي طاحت لي طوموبيل اونبان خاوتي هنا يا دوكا، خاطرك شلي كومبلي كنت خدام هنا، نسيت كونتاكت، طاحت لي لاباتري. هذو كم تشوفوا فيهم، هذو اللي بالفرقون، هذو عندهم كلش، وهذا كيما عندهم كلش. قلت له يقول لك نو ما عنديش نو جي با، يخافوا. يقول لك والو عنده كلش، سورتو الفرقو هذاك، عنده لي كوس، عنده لي بوستر، عنده. وهاك تشوف خاوتي هذا لوزين اللي خدام فيه، هاكم تشوفوا طاحت لي هنا. هذو اللي كانوا يخدموا هنا وكل اللي يجي نقولوا اعطيني لي كوس، هنا جي با عندهم، وعندهم لي بوستر لهنا في اللوزين. والو خاوتي، كون حنا العرب خاوتي تلقانا دايرين، يجيك الطاهر ابو عليم يدوروا بيك وكل. حنا العرب اللي عندنا ليمانيتي يدوروا بيك وكل، يقول لك اخويا وزيد، يقول لك ما تقلقش دوك ندي بالي. يقول لك انا هاني عندي ساعتين ملي خلصت الخدمه، هاني مقاري هنا ساعتين ملي خلصت الخدمه وانا نحوس على لي كوس ولا هذاك. يقول لك حنا القور عندهم ليمانيتي، عندهم الشر ما عندهمش ليمانيتي. تحيا العرب، العرب هما اللي عندهم ليمانيتي. راهم دايرين بيا دوكا خاوتي، يجي بانيك وتروح فرحان. ها شوف هذا وكل جو طق طق اللي تقول، يقول لك نو شوف يهرب، يخاف. قال لك عندهم بوستر بصح، قال لك حتى يجي لي ريسبونسابل ما تشي. يا عندهم الشعر هذا. السلام عليكم.